مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية المتوقعة لهذا الأسبوع. أول شيء الأجواء يوم الأحد، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، المناطق الشمالية الغربية 35-18، المنطقة الغربية 37-25، المناطق الجنوبية الغربية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل 27-15، المنطقة الوسطى والرياض 38-24، المنطقة الشرقية 35-19، والمنطقة الشمالية 35-19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين، أيضا تستمر الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 35-19، المناطق الشمالية 32-18، المناطق الشرقية 35-19، المنطقة الغربية 38-23، الجنوبية الغربية 28-15، ومنطقة الرياض 39-23 درجة مئوية. أيضا يوم الثلاثاء تستمر الأجواء حارة، تبقى درجات الحرارة على معدلاتها، المنطقة الشمالية الغربية 35-19، المنطقة الغربية 36-23، المنطقة الجنوبية الغربية 29-15، ومنطقة الرياض 37-22، وأيضا المنطقة الشرقية 34-20، والمناطق الشمالية الشرقية 33-21 درجة مئوية. يوم الأربعاء القادم أيضا أجواء حارة وجافة، المناطق الشمالية الغربية 36-20، المناطق الشمالية الشرقية 36-24، المنطقة الغربية 37-24، المنطقة الجنوبية الغربية 29-14، منطقة الرياض 37-23، والمنطقة الشرقية 35-21 درجة مئوية. يوم الخميس القادم أيضا أجواء حارة، ممكن تكون أيضا مغبرة خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23، المنطقة الغربية 37-25، المنطقة الجنوبية الغربية هناك أيضا سحب بتظهر، بتكون الأجواء ما بين غائمة جزئيا 29-15، الرياض 39-24 أجواء حارة، المنطقة الشرقية 41-23، والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة ومغبرة 35-23 درجة مئوية. يوم الجمعة الأجواء المتوقعة أجواء حارة بشكل عام، المنطقة الشمالية الغربية 39-22، المنطقة الغربية 36-24، المنطقة الجنوبية الغربية 29-15، منطقة الرياض 39-24 درجة مئوية، المنطقة الشمالية الشرقية 39-26 درجة مئوية، والمنطقة الشرقية بين 33-36 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة، وكل عام وأنتم بخير، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب.